يا كيف الحال يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم يا جماعه راح نوزع يعني باتل باس. يعني مش شايفين صوتي؟ ما الواحد معه فلوس. طيب يا جماعه زي ما شايفين اليوم راح نلعب 1 في 1 مع المتابعين من الشات العام، وهي سلسله زمان ما عملناها، وخصوصا اللي هو اوزع باتل باس. انا صاير بخيل بالفتره الاخيره، عشان هيك اليوم راح يعني راح نفرح المتابعين. اوكي، فخلونا نروح على الشات العام وندور على اول ضحيه، ولا انا اللي راح اكون الضحيه اصلا؟ مش عارف. خلينا نشوف. هلا، معك مايك. انا شايفك متبرع في الباتل باس لحدا. وعليكم السلام، يا هلا. فاليوم راح يكون التحدي، لو فزت علي بالسنايبر هشحن لك باتل باس، تمام؟ حسب، اسمع، يا بتفوز علي وبتاخذ باتل باس او بتتبرع فيه لواحد من المتابعين. شو رايك؟ من زمان ادور واحد اتابعه. يلا يا اخي جاوبنا على السؤال، خلينا نصور بسرعه. سمعت يا عم، صار لي ساعة بحكي. اسمع، لو فزت علي بالسنايبر يا بشحن لك اياه يا بتتبرع فيه لواحد من المتابعين. تمام، يلا شو بدك؟ يعني بدك تتبرع فيه لو فزت ولا بدك تاخده؟ تبرع فيه يا عيني على الكفو. يلا يلا بفوزك. يلا، اجاكم واحد كريم يا جماعة، هيتبرع لكم باتل باس. ليتس جو ليتس جو. طيب يا جماعة، انا مشكلتي ايش؟ يعني بكون غايب عن اللعبة سنة، بعدين باجي هيك فجأة، واو، روم سنايبر اللي بفوز بياخذ باتل باس. ايه ايش الثقة اللي عندي هاي؟ بس تخيلوا افوز يعني، بس هاي الاشكال بكون خاتم اللعبة، بكون داخل بحساب ثاني. اوكي، انا عندي مشاكل. هيت مارك. يا سريع يا انا. انا ليش بعمل دروب شوت؟ ليه بعمل دروب شوت انا؟ اوه يا السرعة. يلا. اوه مخاوي هنا. والله شكل البتل باس. اسمع، لك الاجر بالثواب ان شاء الله. يعني لا، انما الاعمال بالنيات. عمو النوب يلعب من جديد. لا يا اسطى، لا بلاش سكاكين. اصابي بوجه، اقسم بالله اصابي بوجه يا جماعه، ما اعرف العب. السكوب سريع فيه. انا كيف اعمل دروب شوت هيك بسرعه؟ اوه والله انا سريع. اوه يا اسطى، زي ما حكيت لك، انما الاعمال بالنيات ان شاء الله. قلت لك انما الاعمال بالنيات يا اسطى. يا اسطى لك الاجر والثواب ان شاء الله. حرام. اوه كيف صرت لعيب سنايبر هيك؟ والله كذب وربي مو شايفه. يلا يا اسطى، يلا يلا. ايش الايم اللي عندي؟ ايش هذا الايم؟ يا جماعه مش لعبي هذا. واو، معلم شو صار معك؟ الصراحه اول جيم. طب وانا اول جيم والله ما حميت ولا اشي، بلشت فيك. كفو والله، يعطيك العافيه. اسمع والله، عشانك يعني عشانك تبرعت فيه فانا هتبرع فيه معك، يعني لنا الاجر والثواب ان شاء الله. لو حابين تشاركوا بالجيف اواي اللي عاملينه حاليا على الباتل باس هذا، يعني رجاء ما تكون شاحن يعني، اوكي، واكتب تعليق، حط فيه اي طريقه اتواصل معك فيها، سواء ايميل، انستغرام، اي طريقه اتواصل معك فيها، وان شاء الله اليوم بالليل او بكره بعمل سحب، بختار واحد منكم بعطيه الباتل باس. وخلونا نروح ندور على خصم ثاني. ليتس جو. يلا يا ويلكم يا ويلكم. عندك مايك؟ ايه عادي. كيف حالك؟ زين الحمد لله، انت كيف؟ الله يسلمك الحمد لله. بتعرفني؟ من العام. ايش يعني؟ مش فاهم. يوتيوبر؟ يوتيوبر يا اسطى. ابن مشان عربي؟ هنلعب على سنايبر، اوكي؟ لو كسبت هشحن لك باتل باس، تمام؟ شو رايك؟ اوكي. شو رايك؟ انت شاحن باتل باس؟ لا ما شاحن، ثاني شيء حتى لو كذب. المهم يوتيوب. اسمع، اللي قبلك انا لعبت معه صار يحكي لي بده يعطي جيف اواي يعني الباتل باس لواحد من المتابعين، فانت يا بشحن لك اياه يا بتعطي لواحد من المتابعين، انت شو بدك؟ اشحن لي. خلص ولا يهمك. يلا جاهز؟ سنايبر دي قال. اوكي؟ اوكي يلا. الزلمه بده ياخذ الباتل باس، بس ما اتوقع يكسب، عارفين ليه؟ يعني واضح انه البنج عنده مليون. يلا خلينا نشوف حظنا. ها؟ ماسك هولجر الزلمه. الو سنايبر. هاي صوتك كان بطيء. هاي
بدور علي. دور دور يا اسطى. السنايبر هات في ام بوت. هاي يا دماغ. مش باين. ها ايش بصير معه الزلمة؟ عجيب. في شيء غلط في السنايبر يا حبيبي. صار له ساعه بكتب. تمام اوكي يا اسطى. خلص الجيم انت. انت بس جاي تكتب لي تمام. اه الجيم انفصل. ايش انا؟ الو سامحني يا اسطى. قبل ما ايش السنايبر غريب يا جماعه. انا مش حتى ببذل جهد وانا بلعب اساسا. يعني اللاعب لحاله بيمشي وبيقيم وبيضرب وكل شيء. الو شو صار معك؟ طلبت صداقتك بس. ايه يا اسطى بس انت كان عندك بينج ولا ايش كان عندك؟ لا. اه يلا ربنا يعينك. يلا اسمع ابحث على القناه اسمها نوفا سان ان شاء الله بتشوف الفيديو اليوم. أعرف اوكي؟ اعرفها شايفها. اه يعني متابعني. اوكي اوكي نايس يعطيك العافيه. يلا الروم الاخير. يا ويلكم يا ويلكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نوفا يا قلبي اخيرا اخيرا. يا الله ترى انا متحمس جديدة زي كذا اول مرة قلتها. اسمع اليوم هصور ون فيون سنايبر. الله يسلمك الحمد لله. اسمع هصور ون فيون سنايبر لو كسبتني هشحن لك باتل باس. ولو شاحن ما ابغى باتل باس. اوكي راح نعطيه لواحد ثاني في الشا يعني في التعليقات. اوكي ما عندك مشكلة خذ راسك يا قلبي. حبيب قلبي يعطيك العافية. يلا الله قمة الاحترام يا جماعة. ليش هيك انتم اليوم كثير طيبين؟ بس يعني خلونا نفوز اليوم. خلونا اخر جيم اخر جيم خلونا نفوز بليز. يا رب السنابر شغال. يا رب الانبوت بعده شغال. يا رب يا رب يا رب الانبوت شغال. اه جماعه السنايبر الاسطوري يعني هذول عندهم كلام ثاني. والله نقزني خوفني يعني صار بعض. يا اسطى راسك ما شاء الله كبير يا اخي. سريع يا الله. عمل سلايد في مكان غربي يعني غربي. الانبوت تتعطل على دوره. كنا مدين كويس. ايش هذا يا اسطى؟ قمة الخبافة ما شاء الله. في مشكلة بالبصبعي ما اعرف اتحكم صار يا اسطى. ليش هيك انت معصب؟ انا عارف انت بتكاشل باتل باس بدك تكسب. واي يعني ليه؟ ليه بدك باتل باس؟ ليه؟ شو بدك تعمل فيه؟ اوه يا جماعة هذا السنة في جليتش شكله. اوتش. لا يسطا سامحني سامحني ارجوك يا اخي سامحني. اه راسك راسك الفنان. ماشي وينه؟ وين راح؟ ها انا غبي سريع بالدوران. او ماي جاد. يلا يلا اخر كلمه. الله يستر. اوه ماي جاد.
يا والله حلو حلو تعليق سريع يعني. يعطيك العافية يعطيك العافية. نايس نايس والله نايس. يلا يلا جيجي يعطيك العافية يعطيك العافية. كيف بالله باليوتيوب انا نوب صح بس انا بصير لعيب صح. يعني قاعد العب معك وانا متوتر. كيف لما بتكلم كان خسرت 10-0. لا شوف انا يوم عرفت ان انت يعني كذا جاتني اتحمست ها فقدت السيطرة. ايه قلت لازم ابيض وجهي فضفضت. لا لا كفو قصرت والله. يعطيك العافية. شوف بتشوفوا اليوم على القناة ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك العافية. يلا سلام. اوكي يا جماعة كانت هاي نهاية الحلقة. ولا واحد فاز علي. في واحد تبرع في الريال باس وتقسم الاجر انا وياه بالنص ولا اصلا ما حدش فاز اساسا. بس على العموم لعبنا مع 3 اشخاص وبصراحه انتم بتستاهلوا الريال باس. فاكتب تعليق وحط طريقه اتواصل معك فيها. ان شاء الله اليومين راح اختار 3 اشخاص بما اني لعبت مع 3 ولا حد فاز. راح اختار 3 واعطيهم الريال باس ويعطيكم العافيه. شكرا على المشاهده واستمتعوا. لا تنسوا لايك اشتراك وشيك لي على مدير فيرست يعني مش حنسيبيه في اسعار منافسه. واشوفكم على خير. سلام.